هذا المسجد كان منارة في عهد الرومان وكنيسة، والمنارة هي المكان الذي يستدل إليه المسافرون. ثم كان كنيسة، وعندما فتحها المسلمون بنوا وأنشأوا هذا المسجد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. هذا المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي أنشئ في عهد الخليفة وفيه الأقواس والقبب والسواري، وفيه المنبر الخشبي القديم. فإذا نظرت في القسم الأول تجد فيه المعالم الأثرية. أما القسم الثاني، رمم هذا المسجد أكثر من مرة وتم توسعته في العهد المملوكي وفي العهد العثماني. والقسم الثالث عبارة عن ساحة وفيه المئذنة التي هي على شكل مربع، أنشئت في العهد الأموي، وتعتبر هذه المئذنة أطول مئذنة تاريخية في المنطقة، أطول من المئذنة في مدينة الباب ومن الجامع الكبير في مدينة تادف.